هي تكملة السؤال من المرة الماضية. أخذنا الدائرة هاي دائرة هاي سينجل فيز انفرتر سكوير ويف. عم تعطيني أوتبوت سكوير ويف. بيشتغل 1 و4 تعطيني البوزيتيف، بيشتغل 2 و3 تعطيني النيجاتيف الأحمر، الخط الأحمر الفولتج اللي هون. عندي هون الكرنت ال آر 20 أوم و50 ملي هن. فبيبدا الكرنت يشحن بهذا الشكل وبعدين بعمل ديسشارج بهالشكل ووصل بعدين ستدي ستيت. هدفنا كان من هون انه نحسب الكرنت لكل هارمونيك، حللنا هاي الفولتج لهارمونيكس. فاذا بحلل في او تي لهارمونيكس شو بتصير عندي؟ بتساوي اذا بتذكروا كانت المعادله 4m على باي مزبوط، وام ايش كانت؟ هذا البيك اللي هون. فهذه عباره عن 4 في 200 على باي، وبعدين هون ايش بيجي عندي؟ ساين سويد. فبيجي عندي ساين اوميجا تي زائد 1 على 3 ساين 3 اوميجا تي زائد 1 على 5 ساين 5 اوميجا تي. واحنا حددنا حالنا للتاسع 1 على 7 ساين 7 اوميجا تي زائد 1 على 9 ساين 9 اوميجا تي. طبعا في تكمله احنا وقفنا. اوكي ماشي. بعدين شو عملنا؟ اعتمدنا مبدا السوبر بوزيشن. ايش بقول مبدا السوبر بوزيشن؟ انه عندي هذول كلهم صاروا ساينوسويدز، فبامكاني اخذ كل واحد من الساينوسويدز هذول واحطه عبر الامبيدنس هذا واطلع قيمه الكرنت اللي بسببه كل واحد من الهارمونكس هذول. مظبوط؟ مش هذا ساينوسويد؟ احنا بنعرف نشتغل بالساينوسويد. فصرنا ناخذ الساينوسويد نقسم في على زد، بس زد بتختلف من الحاله هاي للحاله هاي للحاله هاي للحاله هاي. ليش؟ لانه زد شو بتساوي؟ تساوي ار زائد جي اوميجا ال. بس اوميجا هون بتختلف مظبوط؟ هون اوميجا قديش؟ 3 اوميجا، هون 5 اوميجا، واحنا عارفين انه اف بالحاله هاي بتساوي 50 هرتز، فاوميجا بتساوي 314 راد سكند. لكن اوميجا هاي الاوميجا بتصير 3 اضعاف هاي القيمه، هاي بتصير 5 اضعاف هاي القيمه. فلما حسبنا طلعنا اي 1 ار ام اس، طلعنا اي 3 ار ام اس، طلعنا اي 5 ار ام اس، اللي هو طبعا كان في الحاله هاي اي 1 يساوي في 1 اللي موجوده هون على زد 1، وهذا بيساوي في طبعا في 1 هون بدي اخذ ار ام اس، في 3 ار ام اس على زد 3 وهكذا. وزد طبعا لما باجي بعوض زد 1 يعني اذا بدنا نحط هون زد اي بتساوي اي اوميجا، لانه هاي هي الهارمونيك نمبر. هلا لما حسبنا هذول القيم طلع معنا القيم التاليه، طلع معي تاكدوا لي بالارقام اللي معكم انها مضبوطه، بس طلع معي اي 1 كانت 7.07 امبير واي 3 كانت 1.18 امبير مضبوط؟ 1.17 تقريبا تقريبا. انا لاني هون قديش كان عندنا 1.1 7 مش مشكله. وبعدين عندي هون هلا اي 5 ار ام اس بتساوي انا عندي هون 0.445 قديش عندك كان؟ 0.44 اوكي. وبعدين عندي هون 0.2268 واي 9 ار ام اس بتساوي 0.141 واي 9 قديش؟ اوكي طيب. إذا هلا في عندنا مفهوم مهم حسبنا، إذا بتتذكر الماضي حسبنا الآي آر إم إس اللي هم كلهم، كيف طلعنا آي آر إم إس اللي هو الويف فورم؟ ربعنا هذا وجمعنا له مربع هذا ومربع هذا ومربع هذا ومربع هذا، أخذناهم تحت الجذر، صار عندي آي آر إم إس لكل الويف فورم. بتذكروا شكل الويف فورم مش ساينوسويد، فما بقدرش آخذ البيك تبعها بس مع جذر التنين أو شيء زي هيك. إذا طلعت معي الباور، حسبنا الباور اللي باخذها له مضبوط، وحسبنا الآي آر إم إس اي ار ام اس لكل هذول بالمجموع هذول، وبعدين حسبنا الباور. الباور كيف طلعناها؟ اخذنا اي ار ام اس لهم كلهم وقسمنا وضربناها اي سكوير اي ار ام اس سكوير في لاني لما بحكي اي ار ام اس كاني بحكي باور. هلا طلع لنا شغلتين اخيرتين بدنا نحسبهم، في شيء اسمه توتال هارمونيك ديستورشن. التوتال هارمونيك ديستورشن بقول لي قديش هاي ديستورشن، ايش معناها ككلمه؟ تشوش. تشوش شوي. فالتوتال هارمونيك ديستورشن هي قياس لقديش كميه الهارمونيكس الموجوده بالسيجنال وقديش هي مشوهه. هل هاي ساينوسويد؟ هل هاي ساينوسويد؟ طب اعطيني مقياس رقمي يقول لي
قديش هي مشوهه، قديش هي بعيده عن الساينسود. الاصطلاح صار انه التوتال هارمونيك ديستورشن، نحسب الباور اللي موجوده بالهارمونكس مقسومه على الباور الموجوده بالفندمنتال. شو يعني الفندمنتال؟ ايش الفندمنتال يعني؟ الفيرست هارمون. هاي مش لما حللناها السيجنال، هاي شو كانت هون؟ سكوير ويف مضبوط؟ حللناها لايش؟ حللناها الفيرست هارمونيك، هذا بنسميه فندمنتال، هذا اللي بيهمني. والبقيه هذول كلهم هارمونكس. فالتوتال هارمونيك ديستورشن بيساوي الباور ان هارمونكس، يعني هارمونكس يعني من سكند الى انفينيتي، على الباور ان فاندمنتال. فاندمنتال يعني فيرست هارمونيك. لما بحكي باور ايش بقدر ابدل محل كلمه باور؟ اي ار ام اس او في ار ام اس. فانا الان بدي احسب الديستورشن. طبعا الديستورشن مختلف بالتنتين هذول مضبوط؟ الديستورشن بهاي مختلف عن الديستورشن بهاي، فكل واحدة لازم احسب لها ديستورشن. الباور لما بدي احول من باور لفولتج ايش بدي احط؟ في ار ام اس، مش هيك؟ ولما بدي احول من باور لكرنت بحط اي ار ام اس، لانه الباور بتساوي اي سكوير ار او في سكوير على ار، بس ار مع ار رح تشتغل مضبوط؟ ولذلك انا بامكاني اقول انه الار ام اس اللي موجود بالهارمونكس على الار ام اس اللي موجود بالفندمنتال. خلينا اول شيء نطلع نحسبها تي اتش دي للفولتج. هلا تي اتش دي للفولتج انا ما حسبتش، عندي الهارمونكس موجودين، عندي الهارمونكس الثانيات لكل هذول وموجود عندي الهارمونيك الاصلي. اول شيء خلينا ناخذ على الفندمنتال. الفندمنتال كيف بدي احسب الباور اللي موجوده بالفندمنتال؟ بدي اطلع في ار ام اس 1، في 1 ار ام اس، مش هيك؟ كيف بدي احسب في 1 ار ام اس لهي السكند؟ لهي الفولتج هاي موجوده هون. 1 يعني ايش؟ فيرست هارمونيك. وين الفيرست هارمونيك؟ هاي مش هيك؟ هذا ساينوسويدال سيجنال. اذا هاي القيمه مضروبه فيه، اذا هاي القيمه شو بتمثل؟ البيك ولا الار ام اس له؟ الار ام اس. لا طبعا هي مضروبه في الساين البيك. اذا حتى احول الار ام اس شو بدي اعمل؟ اسمع ايش؟ هاي بتساوي 400 على باي 1/10، وهاي بتمثل الباور الموجوده بالفندمنتال. اذا هاي شو بتطلع معنا؟ انا حاسبها معي هون طالعه 180 صحيح. طيب وبدي هلا الباور الموجوده بكل الهارمونكس. هلا لاحظوا الباور الموجوده بكل الهارمونكس هي الباور الموجوده بالسيجنال ناقص الباور الموجوده بالفندمنتال، مش هاي صحيح؟ الباور الموجوده بالسيجنال مجموع ايش؟ مش هي مجموع كل الباور اللي بعطوني اياها بكل الهارمونكس؟ مظبوط؟ انا شو بدي احسب؟ بفوق الباور الموجوده بكل الهارمونكس مظبوط؟ شو اسهل اني احسب؟ اني اخذ الباور الموجوده بكل السيجنال ماينس الباور الموجودة بالفندمنتال. الباور الموجودة بالفندمنتال عندي شو ضل بدي احسب؟ الباور الموجودة بكل السيجنال. في طريقة سهلة احسبها من هون. قديش في ار ام اس لهي السكوير ويف؟ انتبهوا على شغلة. قديش الار ام اس تبع هاي السيجنال؟ هذه دي سي. وخلينا نفترض انه هاي 20 فولت. 20. طب هذا الدي سي تبعها. مش هذا الافرج فاليو تبعها؟ هل الافرج بالحاله هاي بيساوي الار ام اس؟ هاي الحاله الوحيده اللي الافرج بيساوي الار ام اس، مضبوط؟ لانها دي سي، لانها بيور دي سي من هون. اذا عندي في ار ام اس توتال للسيجنال شو بيساوي؟ بيساوي 200. هذه 20 عفوا هناك 200 مضبوط صحيح. اذا بدك تفكر فيها، اذا بدك تفكر فيها بالطريقه هاي كانها يعني هاي الطريقة الطويلة لحسابها هي بتطلع نفس الشيء، بس حتى افرجيك انها بتطلع نفس الشيء. 1/2 باي 1.5 باي/2 مضروبة في قديش هون عندي القيمة؟ 200. تربيع زائد هاي على 2 ناقص 200
مظبوط ناقص 200 فرمير. اول شيء الباي اللي هون والباي اللي هون تشطب مع الباي اللي هون مظبوط. بعدين عندي 200 تربيع هون بتصير بقدر اطلع 200 تربيع برا مش هيك ناقص 200 تربيع ما هي بتصير فبتطلع عندي برا فبتضلها هذه هون 200. ايش انا بضل عندي جوا؟ عندي هون اه لازم انتبه على الشغله لازم هذه واحد على اثنين مضبوط. لازم اخذ اضرب الزمن والقيمه هاي 200 تربيع هذه مضبوط 200 تربيع وهذه 200 تربيع هذه في باي 2 هاي في باي اه هذه عفوا هذه في باي هاي في باي مضبوط لان هي مده 2 باي هاي قديش ضلت 180 درجه هيك و180 درجه هيك مضبوط فالباي فبصير عندي في الداخل ايش؟ واحد فبصير عندي 200 فولت. انا هون بس بدي افرجيك انه هاي السكوير ويف الار ام اس تبعها هو 200 مضبوط واضح؟ واضح شو عملنا هون؟ قسمنا على 2 باي بعدين بدي اكمل بدي اخذ لفتره قديش؟ لفتره 2 باي. اول باي قديش القيمه فيه؟ 200 لما بربعها بتعطيني الباور مضبوط؟ الفترة الثانية قديش فترتها؟ قيمتها ماينس 200 وفترتها باي لا فترتها باي هذه باي وهي باي 180 درجة قديش 180 درجة بالراديوس؟ باي 200 ناقص 200 تربيع هي نفسها زائد 200 تربيع فبطلع 200 برا بضل عندي جوا واحد لانه عندي واحد واحد اثنين على اثنين واحد مش هيك هاي تصير اثنين على فبطلع عندي 200. اذا الباور الموجوده بالسيجنال كلها ككل الار ام اس لكل السيجنال هي 200 الار ام اس اللي موجوده بالفاندمنتال 180 اذا صار عندي التوتال هارمونيك ديستورشن كانه هو الباور الموجوده بكل السيجنال ماينس الباور الموجوده بالفاندمنتال على الباور الموجوده في الفاندمنتال لان الباور الموجوده بكل السيجنال ماينس الفاندمنتال هي الباور الموجوده بكل الهارمونيكس اللي موجوده اذا هلا هاي بتساوي عندي 200 تربيع ناقص 180 تربيع تحت الجذر على 180 مضبوط؟ قديش تطلع هاي معنا؟ طلع معي 0.48 ايش وحدتها؟ دايمنشنز لانها نسبة شيء على نفس الشيء عم بقسم نفس الشيء عم بقسم فولتج على فولتج إذا هاي 0.48 يعني كأنها هاي بتقول إنه نسبة نسبة الديستورشن الموجودة بهاي السيجنال هي 0.48 أو إذا ربعتها بتعطيني نسبة الباور على نسبة الباور. طيب ناخذ هلا الجزء الثاني الكارت.